طيب بيض الله وجهكم. سمي يا مسفر صباح الدوام. الله يطول عمرك. يلا يعني انتم الحين احنا قلنا كم سهم باقي؟ 2300 ريال و1600 ريال و500 شخص 900 ريال. الان نقدر نغطي وقفنا باذن الله اللي هو في مكه المكرمه وللايتام. انا بس ابي افرح امي. وش تقول؟ انا يمكن نسيت جدي وجدتي. انا اقول حق علي. اقول حق علي يا يمه باذن الله ان شاء الله تعالى اتبرع الليله 900 ريال عن جدي وجدتي والدين امي ولو ابوي حي كم فرحته انا عن والدينه جداتي وجداني. لكن ان شاء الله بفرح ابوي مسعود. اذا تسمعني ابوي مسعود احقك علي. هذه عنك وعن عماني وعن ابوي وعن عن جدتي وعن جداني كلهم باذن الله حقكم علينا ناسيكم. وهذا صراحه انا في وجهي انا اللي اتحمل خطاي بحكم علي وباذن الله ان شاء الله اتبرع ب 900 ريال ان شاء الله باذن الله. الله ما نسيتهم هذا الذاكره يا ابو مالك. خليك مسلم مسلم سريع. يا زينك الله يحفظك ابو عبد الاله والدال على خير كفاعله. صحيح نفس ما تبرع هو انا نفس الشيء ودي اني اكون الحق باخوي مسفر ان شاء الله واني اتبرع بسهم 900 ريال ان شاء الله الليله وعندكم ان شاء الله. بيض الله وجهك والله يكتب اجركم على المبادرات. يعني احنا في المنعطف الاخير خلاص في المنعطف الاخير وكل قام يتسابق نحو الوقف لانه بيكتمل ان شاء الله. فالحين الهمه منا ومنكم ومن الجميع حتى نفرح باذن الله باكتمال هذا الوقف اللي سيسعدنا جميعا. اسمح لي علي بس بسال مسفر سؤال. مسفر وش تخيلت علشان زالت دمعتك؟ لانه الانسان انا التابع طيب تذكرت والدتك ولا جدانك؟ تفكر اكيد اتفكر في والدينها. انا تبرعت وتبرعت عن اخواني قبل وتبرعت عن اقاربي وتبرعت. لكن الله ما كان عند الشكر هذا توفيق من الله اني تذكرت قبل اكتمال الوقف. وهذا اما قالوا يمكن نسيان من الشيطان يا يمه. وابشر صار ما كان عند الشكر باذن واحد احد ان شاء الله انه عبد الله يسمح لي بس الان اني راح اتبرع انت عن وعن جد عن جدتي وعن جدي ولو ان ابوي حي الله يبيعها كان فرحته عنه وعن والدينه. لكن افرحك ابوي مسعود باذن الله ان شاء الله تعالى اتبرع الان عنك وعن عمي سعد الله يرحمه وعن والدي. الله يبيض وجهك ربع قدرك. روح جيب جوالك وتعال تبرع على الهواء مباشره. الله يكتب اجرك. اسمح لي بس علي اعطيت علي كلمه. شو تقول علي؟ نادى اخوياك يا سيف خليهم ياخذون جوالاتهم يجون هنا في المنعطف الاخير. ايش تقول؟ انا ودي اوجه حدسي اللي يشاهدونا. ايه اللي اكثر اشخاص لهم حق علينا منهم الوالدين. الوالدين. ايه انا اتمنى ان كل من يشاهدنا ان كان والديه من الحيين ولا من الميتين انه يفرح والديه سواء